هل دخلت المنطقة العربية في مرحلة إعادة ترسيم الحدود السياسية؟ ما العوامل التي ستسهم في إعادة إنتاج خريطة القوى السياسية الإقليمية؟ وكيف ستؤثر تفاعلات الملف الفلسطيني محلياً وإقليمياً ودولياً على طبيعة التحالفات الآخذة في التشكل في المنطقة؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان خريطة الجغرافيا السياسية المقبلة للمنطقة العربية